أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من مصر على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. طيب الله أوقاتكم بكل الخير. نواصل معكم متابعة لآخر مستجدات الانتخابات الرئاسية المصرية، ونستعرض معكم أهم أخبار الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة. سيكون الليلة معنا حوار هام وخاص مع المرشح الرئاسي الأستاذ فريد زهران، نستعرض معه أبرز ملامح البرنامج الانتخابي ونشاط حملته الانتخابية قبل أيام قليلة من انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية بتصويت المصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل. يوما تلو الآخر يزداد الحراك السياسي في الشارع المصري بالتزامن مع الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التي هي بالفعل الخامسة، خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر. من الواضح أن هذه الانتخابات لها خصوصية خاصة ستشهد تنافسية بين المرشحين الأربعة لنيل ثقة الناخب المصري. نشاط مكثف للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث عقدت لقاءات مع النقابات المهنية والعمالية، استقبلت وفد من النقابة العامة للعاملين بالتجارة، استقبلت وفد آخر من النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة. تركزت فعالياتها في الفترة الحالية على عقد لقاءات مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرنس. فيما تواصل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتواصل فعالياتها الجماهيرية بعد عقد عدد من المؤتمرات الانتخابية مؤخرا في المنوفية، في الجيزة، في الفيوم، ومن المنتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران في جنوب مصر وتحديدا في مدينة إدفو بمحافظة أسوان جنوب مصر قطعا غد وبعد غد. فيما تعتمد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد على عقد اللقاءات الجماهيرية المتنوعة، من المقرر أن تعقد غدا أول مؤتمر انتخابي في صعيد مصر وبالتحديد في محافظة أسيوط، ثم ستتجه إلى محافظة الغربية في وسط الدلتا، ستعقد مؤتمر انتخابي يوم السبت المقبل. فيما تركز الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري على عقد لقاءات مع أعضاء الأمانات العامة للحزب في المحافظات المصرية المختلفة، كما تستعد لمؤتمرها الانتخابي الثاني الذي سيركز على البرامج الانتخابية والمقترحات الاقتصادية الذي يقدمها المرشح المهندس حازم عمر. يوما تلو الآخر يزداد الحراك السياسي في مصر بالتزامن مع قرب انعقاد خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد بعد الاستحقاقات الرئاسية التي جرت في أعوام 2005 و2012 و2014 و2018، وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر، فيما تجرى الجولة الأولى في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل. ومع اقتراب عملية التصويت والاقتراع، كثفت الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة من نشاطها، وعقدت عدداً من المؤتمرات الجماهيرية في عدد من المحافظات. الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي واصلت مشاوراتها مع القوى النقابية والعمالية للاستماع إلى مقترحاتهم والإجابة على استفساراتهم، فيما تتواصل الفاعليات والمؤتمرات الجماهيرية من الأحزاب والجهات الداعمة في عدد من محافظات الجمهورية. كما حرصت الحملة الرئاسية على عقد اللقاءات مع ممثلي الجاليات المصرية بالخارج في الدول المختلفة،
فيما تواصل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران فعاليتها لكسب ثقة الناخب المصري وطرح برنامجها الانتخابي، كما عقدت 8 مؤتمرات في عدد من المحافظات من بينها المنوفية والإسكندرية والفيوم وأسيوط والجيزة. فيما عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة 2 مؤتمرين في محافظتي بورسعيد والدقهلية، ومن المنتظر أن تواصل فعالياتها خلال الأيام المقبلة في عدد من المحافظات. بينما عقدت الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي حازم عمر 2 فعاليات مع الأمانات العامة للحزب بالمحافظات، بالإضافة إلى مؤتمر انتخابي حاشد في القاهرة لمحافظات شرق الدلتا. ووسط تلك الفعاليات الجماهيرية المتعددة لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، يبدو أننا أمام مشهد انتخابي فريد تحكمه التعددية والمنافسة بين 4 مرشحين بتوجهات سياسية مختلفة. والقراءة أكبر في هذا الزخم السياسي في سباق انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسن، مساء الخير. يعني أريد من حضرتك توصيف مبدئي لمشهد هذه الانتخابات الرئاسية المصرية، خاصة أنها الانتخابات التعددية 5 في تاريخ مصر. مساء الخير أستاذ عمرو، يعني شكرا على الاستضافة، تحياتي لك ولكل متابعي قناة القاهرة الإخبارية. يعني أتصور أنه كما قلت في المقدمة أنه نحن مقبلون على حدث مهم جدا، هو حدث الانتخابات الرئاسية، وكما قلت أيضا بحقها الانتخابات 5. والحقيقة يا عمرو أنا حابب أتكلم على مستويين، المستوى الأول هو معنى الانتخاب بكل مستوياته، والمستوى الثاني هو مفهوم المشاركة في هذه الانتخابات، لأنه احنا بنوجه هذا الكلام سواء بالنسبة للمصريين في الخارج أو المصريين المقيمين داخل مصر، ومهم جدا ان احنا نحثهم على فكرة المشاركة، لأنه هذه المشاركة هي حق لهم زي ما هنقول بالتفصيل. الانتخاب ببساطة شديدة جدا بيساوي فكرة الاختيار، والحقيقة الانتخابات القادمة اللي هي هتبدأ الجولة الأولى منها في 1 و2 و3 ديسمبر، يعني فيها 4 مرشحين زي ما حضرتك قلت، وفيها درجة عالية من التعددية والتنافسية يمكن هنوصفها بعد شوية. الأمر الثاني الحقيقة هو مستوى المشاركة في هذه العملية الانتخابية. معنى المشاركة إن حضرتك لك دور، لك رأي، لك قدرة على إنك تميز ما بين أكثر من مرشح وتختار المرشح الذي يعني تراه مناسبا للظروف والبيئة والمرحلة المقبلة. حرية الاختيار وإجراء الانتخابات على كل المستويات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو حتى محلية هي جوهر النظام الديمقراطي، هي جوهر العملية السياسية الديمقراطية، لأنها بتتيح فرصة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاختيار. هي علشان كده يمكن بنكثف قبل هذه الانتخابات كتير من اللقاءات، كتير من الندوات، كتير من التجمعات سواء بتمارسها الأحزاب السياسية وهي الكيانات المعنية بفكرة التنافس السلمي على السلطة، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو حتى الجهات التنفيذية، أو حتى الهيئة الوطنية للانتخابات لبناء الوعي. احنا صحيح. محتاجين الحقيقة الناس يبقى عندها الوعي الكافي والحقيقي بأن مشاركته هي خطوة أساسية نحو الأمام. طيب دكتور حسن، مشاركته هي جزء أساسي من التطور. طيب ده شيء عظيم جدا، ولكن اسمح لي أيضا في جزئية الوعي، والشعب المصري خلال السنوات الأخيرة من بعد 2011 مر بالكثير من المحطات والمنعطفات السياسية التي قطعا أكسبته قدرا كبيرا من الوعي وحتى الحنكة السياسية في بعض الأحيان، إنجاز التعبير يعني، أو الدراية السياسية. إلى أي مدى بترى أنه وفقا للظروف الحالية التي نعيشها في مصر وفي الإقليم، أن المخزون السياسي والوعي السياسي لدى المواطن المصري سيظهر في المشاركة وفي نوعية الاختيار في الانتخابات القادمة؟ الحقيقة يا عمرو أنت بتلمس يعني سؤال في غاية الأهمية. أنت تعلم أن هذه الانتخابات يعني تجرى في ظل ظروف يعني ضاغطة جدا على مصر سواء في الداخل أو في المحيط الإقليمي، هناك مهددات حقيقية ووجودية للأمن القومي المصري.
أتصور أنه كل الفعاليات اللي مر بيها الناخب المصري من 2005 لغاية النهاردة بالتأكيد سوف تظهر في معيار الاختيار هذه الانتخابات، لأنه معيار الاختيار هنا هو فكرة الحفاظ على الأمن القومي المصري. وده الحقيقة بنوجهه يعني الناخبين في الجولة الأولى اللي هم الناخبين المصريين الموجودين في الخارج، فكرة الحفاظ على السيادة الوطنية المصرية، فكرة حماية الأمن القومي المصري، فكرة الوقوف أمام مهددات الأمن القومي وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان، اللي أنا بعتبره الحقيقة الإنجاز الحقيقي للدولة المصرية. عمرو، أنت لما بتشوف حوالينا الحدود بتاعتنا سواء في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب كلها الحقيقة ملتهبة ومتوترة بدرجة كبيرة، والحقيقة هنا الناخب لازم يضع في حسبانه أنه المرشح أو الرئيس القادم لابد أن يتعامل مع هذا الملف بحنكة، لابد أن يكون لديه من الخبرة والرؤية والقدرة أن يتفاعل معه وأن يحافظ عليه، لأنه هيصبح في هذه الحالة مسؤولا عن أمن المصريين ومسؤولا عن استقرار هذه الدولة وهذا المجتمع. الظروف الإقليمية المحيطة الحقيقة يعني خلت عقارب الساعة كلها تختلف، لأنه المعايير النهاردة والمسطرة لابد أن تختلف. يعني ناس كثيرة كانت تتحدث عن أمور حياتية يومية، النهاردة أعتقد أنه الأولوية للمهددات الإقليمية اللي كل الناس يمكن متابعاها وتمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي المصري. طيب ده في جزئية يعني المرشح الذي سيرى، كل مواطن سيرى في هذا المرشح أو في ذاك المرشح ومن سيحقق هذه الأهداف، فمن حقه أن يختار من يريد، ولكن في نسب المشاركة كيف تتوقع أو كيف ترى نسب المشاركة المتوقعة دكتور حسن؟ وطبعا هذه الظروف ربما تكون محفزة للناس بشكل أكبر من أجل التعبير ومن أجل المشاركة في اتخاذ القرار. يعني أنا هجاوبك على مستويين يا عمرو. المستوى الأول أنه الناس لازم تبقى عارفة أن احنا بنتبع ما يسمى بنظام القيد التلقائي في العملية الانتخابية. يعني إيه؟ يعني حضرتك لما بتوصل سن 18 سنة أوتوماتيك بتقيد في قاعدة بيانات الناخبين، انت ما بتروحش تقول والله يا جماعه ادوني فرصه ان انا ابقى اخب، لا، هو اصبح حقا مكفولا لك بمجرد سن 18 سنه، واصبح كمان واجب عليك لانه المشاركه حق وواجب. وهنا يفسر لنا استاذ عمرو انه عندنا هيئه ناخبه كبيره، احنا عندنا حوالي 62 مليون منهم نسبه كبيره جدا من الشباب، نسبه كبيره جدا من الشباب المطلوب انها تخرج في للادلاء بصوتها والتعبير عن رايها. الامر الثاني الحقيقه انه بالتاكيد الظروف المحيطه حاليا خلت كمان معيار الاختيار مختلف بدرجه كبيره، وخلت كمان الناس عندها اقبال. انا هقول لك من واقع يعني معايشتي لكثير من التجمعات والندوات واللقاءات شبه اليوميه مع شباب على وجه الخصوص، ببقى بلمس الحقيقة عندهم رغبة أكيدة في أنهم يعبروا عن نفسهم. ليه هذا الكلام؟ لأنهم بيعتبروا يا أستاذ عمرو أن المشاركة هي تعبر عن الحيوية، الشخص الحي اللي له دور وتأثير وبيعبر عن رأيه هو شخص حي. صحيح. أنا دايما بمثل لهم الفكرة، فكرة المشاركة وعدم المشاركة زي بين الحياة والموت. كتير من الشباب اللي احنا بنلتقي بيهم، وانا حقيقة ببقى حريص جدا على الالتقاء بالتجمعات الشبابية، بيأكدوا ان هم سوف يذهبون الى اللجان الانتخابية ومش هيروحوا اللجان الانتخابية وحدهم. وده الوعي اللي انت اتكلمت عنه يا استاذ عمرو، هم هيروحوا وهياخدوا معاهم اصدقائهم، هياخدوا معاهم اسرهم، هياخدوا معاهم كل من يرغب في الادلاء بصوته. اعتقد انها هتبقى احتفاليه حقيقيه تعبير عن الانتماء. طيب، لهذا الوقت دكتور حسن استاذنك تبقى معنا، يعني سنعاود الحديث عن الانتخابات الرئاسيه المصريه، ولكن نتحول الان لهذه الكلمه لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. الاجهزه الامنيه تدعم هذا الموقف بشكل تام، ولكن في فترة وقت إطلاق النار الجهد الأمني سيستمر، الجهد الاستخباري سيستمر، الأمر الذي سيسهل على الجيش الاستعداد لاستكمال المهمة. الحرب ستستمر حتى نحقق كافة أهدافنا، القضاء على حماس واسترجاع كل المخطوفين والاستعداد اليوم الى ما بعد حقبة حماس. لن نسمح ببقاء الارهاب وببقاء من يعلم ابنائه الارهاب ويربي ابنائه على الارهاب، ومعا سننتصر. مساء الخير. نحن امام اتخاذ قرارات مهمه في الساعات القريبه والايام القريبه.
ما الذي جاء بنا إلى النتيجة التي نناقشها اليوم هو العملية القوية والمهنية والدقيقة والمساكة لقوات الجيش. القرار اللي اتخذناه قبل الشهر بالدخول البري، الدخول إلى المنطقة وتعزيز إلى غزة وتعزيز الضغط على حماس مع المخاطرة على الأسرى، لكن هذا الأمر كان أساسيا ويضعنا أمام مهمة تحرير الأسرى، لأن هذا قرار أخلاقي والتزام أخلاقي من قبل الجميع باتجاه المواطنين والدولة. كل أعضاء الحكومة، كل قادة الأجهزة الأمنية من شباك ومن الثمن، الجميع يكرس وقته ليل ونهار. الجنود يخاطرون كل يوم من أجل تحقيق هذا الهدف، ولهذا الجهد كله هناك ثماره. استعادة الأسرى هي قيمة يجب أن نحققها. الجميع ينظر إلى صور الأسرى وعائلاتهم ويفكر بالأطفال والجنود والمجندات وعلى كبار السن وعلى الناجين من المحرقة، ويدرك شيئا مهما، كلنا مع كل هذه الأمور وبدون الضغط العسكري فلن تكون هناك فرصة لتحقيق ما نسعى إلى تحقيقه. لذلك بطلب مني وبتشاور مع باقي الوزراء ذهبنا باتجاه قرار أننا بعد إنهاء المرحلة هذه، أي فترة الصفقة والتهدئة، سنواصل العملية بقوة للقضاء على حماس، وأيضا من أجل استرجاع المخطوفين الآخرين. سأستغل هذه الفرصة أمام أعضاء الحكومة طبعا لعدم قدرتي على حضور الجلسة بسبب الإشراف على الحرب. أستغل هذه الفرصة لتقديم التقدير لكم جميعا ولكافة الهيئات التي تعمل من الجيش ورئاسة الأركان إلى آخر جندي، ولجهاز الشباك ولجهاز الموساد من رئيس الموساد حتى آخر أعضائه، إلى كل من هو مخلص للهدف. شعب إسرائيل حصل على منظومة متكاملة وجيدة ومنظمة، سواء في الحكومة وفي كابينة الحرب وفي كابينة المعارضة. الجيش وكافة الأجهزة الأمنية هي أساس العمل من أجل استطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والأهم من ذلك أننا سنعمل على الاستمرار في العمليات العسكرية من أجل تحقيق الهدف المقترح لمقترح الصفقة المقدم لنا. هو جزء من مراحل الحرب، ونحن سنعمل في نهاية الأمر إلى استرجاع كافة الأسرى الإسرائيليين. وما نحن بصدده الآن من صفقة هو مرحلة من هذه المراحل. قد يكون صعبا من ناحية إنسانية، لكنه مهم جدا وسنعمل على تطبيقه، وقد يكون هو الأساس للاستمرار في هذه الحرب.
يجب أن ندرك أن هذا القرار قرار معقول في ظل هذه الحرب، وهو قرار أخلاقي ويمهد للاستمرار في الحرب. هكذا مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالنت وبيني جانتس عضو الحكومة الائتلافية الآن في إسرائيل، والذي كان على ما يبدو يتحدثون حول صفقة تبادل الأسرى المرتقبة التي ستتم ربما في غضون وقت قريب جدا ما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. كما تابعنا في هذه الكلمات يبدو أن رغم الهدنة أو وقف إطلاق النار أو التهدئة أيا كان المسمى أثناء تفاصيل الصفقة التي ربما لم يكشف عنها في هذا المؤتمر الصحفي، ولكن كان حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل، وأيضا كما تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي سوف يستمر في القتال بعد انتهاء فترة التهدئة أيا كانت مدة التهدئة. وكان هذا طبعا يعني بعد جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عقدت من أجل التصويت على صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة. كانت هناك أنباء تتحدث عن ربما رفض اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية لهذه الصفقة، وزير المالية سموتريتش وبن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي. نعود من جديد للحديث حول الانتخابات الرئاسية المصرية، وأعاود الترحيب بالأستاذ الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور حسن، عذرا للمقاطعة، ونعود يعني هذا ما كنا نتحدث عنه سالفا أن هذه الأوضاع المضطربة في الإقليم أكيد تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية المصرية. الآن نتحدث عن شق آخر أريد من حضرتك يعني التوضيح فيه، وهو بحكم قراءتك واطلاعك على البرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة، ما هي نقاط التماس أو الاتفاق ونقاط الاختلاف في البرامج الأربعة المطروحة أمامنا؟ يعني خليني أقول لك يا أستاذ عمرو أولا قبل ما نتناول فكرة البرامج، وهي مسألة مهمة لأنها يعني زي ما بنقول كده الناس بناء عليها هتختار المرشح اللي شايف أنه هو مناسب لست سنوات قادمة. عايز أقول لحضرتك أنه هذه الانتخاب لها خصوصية مهمة، أول حاجة فيها هو انتظام عقدها، أنها تتعمل في توقيتها. يعني سيادتك أشرت إلى أنه في اضطراب كبير جدا في الإقليم، ورغم هذا مصر يعني تجري هذه العملية الانتخابية وتتيح الفرصة للمرشحين وللناخبين الحقيقة. وهنا عايزين نشير إلى أمرين، الأمر الأول هو تعدد المرشحين، ومنهم ثلاثة مرشحين حزبيين، ودي نقطة إيجابية بتدي صورة كمان إيجابية بالنسبة لمصر في الخارج، لأنه في سنوات سابقة وفي انتخابات سابقة ما كانش عندنا الحقيقة يعني قدرة لدى الأحزاب أنها تقدم مرشحين في بعض الأحيان، أو كانت تحجم عن يعني الاشتراك في العملية الانتخابية. من 2005 لغاية النهاردة يعني كان عندنا اثنين مرشحين، النهاردة بقى عندنا أربعة، وبالتالي وارد جدا أنه هذا العدد يزيد في الانتخابات المقبلة. الأمر الثاني الحقيقة أنه البرامج الانتخابية هي المعايير اللي يمكن للناخب أن يحكم من خلالها على جدية هذا المرشح. وزي ما قلت لحضرتك احنا عندنا ملفات مهمة جدا، عندنا ملفات داخلية بالتأكيد هي مرتبطة بالاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان وغيرها، عندنا ملفات خارجية، ودي بالنسبة لي الحقيقة تتشابك مع الأوضاع الداخلية، لأنه زي ما قلت حضرتك الإقليم في حالة اضطراب شديد، أنت محتاج رؤية في كل برنامج انتخابي كيف ستتحرك مصر خارجيا خلال الست سنوات المقبلة. طب كيف ستستطيع مصر برئيسها مواجهة التحديات الإقليمية وهي الأكثر تأثيرا والأكثر ضغوطا على الداخل المصري؟ ملف الرؤية ده ملف مهم الحقيقة، ان يبقى عندك تصور انت هتعمل ايه على مدار الست سنوات، يبقى عندك تصور ازاي هتقدر تتعاون مع اطراف إقليمية، يبقى عندك تصور ازاي تقدر تحافظ على الأمن القومي المصري. ليه الكلام ده يا استاذ عمرو؟ لانه السياسة الخارجية النشطة والفاعلة تؤثر تأثيرا إيجابيا على الداخل. أنت لما تعمل سياسة اقتصادية خارجية جيدة ويبقى عندك استثمارات بالتأكيد هتوفر مصانع وفرص عمل داخلية. أنا بديك مثال بسيط بس للتداخل ما بين السياستين الداخلية والخارجية، علشان كده بقول أن كل مرشح الحقيقة مدعو أنه هو يقدم رؤيته
مش عايز بقى اسميها برنامج، لا رؤيته الحقيقه. والرؤيه هنا معناها كبير جدا، انت تعرف عناصر القوه اللي موجوده عندك شكلها ايه، وعناصر الضعف شكلها ايه، وازاي تقدر تواجه التحديات المقبله. الانتخابات دي انتخابات حاسمه، ويمكن احنا بنوجه الشكر للهيئه الوطنيه للانتخابات، لانه المصريين في الخارج الحقيقه يعني تحققت لهم كثير من التسهيلات للإدلاء بأصواتهم، لأنهم الجولة الأولى زي ما أنت عارف الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفر لهم لجان في أماكن تجمعهم، وأعتقد أن هم يعني لديهم اهتمام كبير للمشاركة في العملية الانتخابية. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا لوجودك معنا الليلة دكتور. وبالتأكيد لكي تكتمل هذه الصورة واكتمل المشهد، لابد من ضوابط تحكم هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد الذي ينتظره المصريون مع العد التنازلي للانتخابات الرئاسية. حالة واسعة من الترقب تسيطر على المشهد السياسي في الانتخابات القادمة. نتابع في التقرير التالي الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. بعد الفاصل نلتقي مع المرشح الرئاسي الأستاذ فريد زهران، أرجوكم تفضلوا بالبقاء معنا. استحقاق انتخابي جديد ينتظره المصريون مع العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المقبلة. حالة واسعة من الترقب تسيطر على المشهد السياسي حيال انتخابات الرئاسة 2024. قانون الانتخابات ألزم المرشحين للانتخابات الرئاسية تقديم 20 تزكية على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل من المواطنين على الأقل، بينها 1000 من 15 محافظة. الهيئة الوطنية للانتخابات كجهة منوطة وفقاً للدستور للإشراف على الاستحقاقات وضعت عدة قرارات لحفظ النظام والأمن أثناء التصويت داخل اللجان وخارجها، وعقوبات لمنع ممارسة أي أفعال تعطل مسار التصويت. كما حظرت الهيئة على المرشحين في الانتخابات الرئاسية التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز بين المواطنين، فضلاً عن تجريم تقديم الهدايا والتبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية، والتشديد على منع استخدام المصالح الحكومية والمنشآت العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية للمرشحين. وحددت الهيئة حداً أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح تصل إلى 20 مليون جنيه، كما حظرت على المرشحين تلقي أي دعم نقدي أو عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، على أن يلتزم كل مرشح بتقديم بيان شامل بمجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، ويتولى الجهاز المركزي مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين وتقديم تقرير إلى الهيئة. ضوابط قانونية واضحة وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي ومنافسة عادلة بين المرشحين للفوز بفترة رئاسية تمتد إلى 6 سنوات مقبلة.
ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو المرشح الرئاسي الأستاذ فريد زهران. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كنا قبل دخول حضرتك معنا أكيد كنت بتتابع المتغيرات الحاصلة في غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع. أكيد هذا المستجد أستاذ فريد كان ليه أثر بشكل أو بآخر على برنامجكم الانتخابي أو على حملتكم، لأي مدى تأثرتم به؟ خليني أقول لك في الأول أنه طبعا التصريحات نتنياهو الأخيرة بتؤكد على يعني حجم ووحشية العدوان الإسرائيلي، لأنه لازال يؤكد رغم يعني قرب أو يعني اقتراب موعد هدنة ما يتم الحديث عنه منذ بضعة أيام، إلا أنه هو بيشدد وبيؤكد على استمرار الحرب واستمرار هذا العدوان لحين تحقيق أهدافه. وأهداف هذا العدوان واضحة ولا تحتاج إلى كثير من النقاش. هو يريد نتنياهو وإدارته، وهم مجموعة من هم عصابة من مجرمي الحرب فعلا في التحليل الأخير، ومفروض يحكموا دوليا. يعني يريد نتنياهو أن يصفق قضية فلسطينية، أن يقوم بتهجير قسري للشعب الفلسطيني، أنه يعني يجبر مصر على أن تكون شريك في إنهاء القضية الفلسطينية. أنا يعني أعتقد أن صمود الشعب الفلسطيني من ناحية واستمرار موقف النظام المصري الداعم للشعب الفلسطيني والفتح المعبر ولرفض هذا التهجير القسري، كل ذلك من شأنه أن يجهد وأن يحبط هذا المشروع الإسرائيلي وهذا العدوان الوحشي. ولازم الواحد يبدأ بأنه بيدعم صمود الشعب الفلسطيني بكل قوة، لكن في نفس الوقت لازم أنوه، لأنه يعني عدم وجود مصر على الساحة الإقليمية بالقوة الكافية واللازمة هو أحد أسباب ما وصلنا إليه من 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 يعني من أزمة إقليمية أوصلت إسرائيل. أوصلت إسرائيل لهذا القدر من العدوانية والوحشية والشراسة. يعني أنا أقصد بالتحديد الضعف الاقتصادي. مصر كانت ولا زالت وستظل بلد كبير قوي له إمكانيات كامنة هائلة، يكفي للدليل على كده أن هي أكبر بلد قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني في محنته، رغم ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية وما تتعرض له مصر من ضغوط اقتصادية. أنا معرفة، لكن الضعف الذي أشير إليه ما بين الموقف الاقتصادي والموقف السياسي الذي هو حضرتك ذكرت هو كان من أحبط سيناريو التهجير وتصفية القضية. لكن يعني لكن خليني أقول لك أنه مصر بتتعرض، كلنا فاهمين أنه من ناحية إسرائيل تتجرأ ومن ناحية من ناحية مصر تتعرض لضغوط. ده نتيجة ايه؟ نتيجة مصر من 10 سنوات كان حجم المليونية الخارجية حاجة و30 مليار دولار، النهارده حجم المليونية الخارجية 160 مليار دولار. اذا تردي الاوضاع الاقتصادية من شأنه ضعف مصر، من شأنه تشجيع الخصوم والاعداء على ارتكاب مجازر زي اللي بتتم دلوقتي او ضغوط اقتصادية زي اللي بتتم دلوقتي. كلنا قاريين هذا المشهد بدرجة او باخرى. فأنا اللي بحاول أشدد عليه، وهنا بقدر ربط بسؤالك، أنه إذا كان كتير من المصريين شافوا أنه اهتمامهم بغزة ضرورة ملحة تخليهم ما يهتموش بالانتخابات الرئاسية، أنا بقول لهم لا، العكس. أنتوا اهتمامكم بغزة، اهتمامكم بالشعب الفلسطيني، اهتمامكم بما يتعرض له الأمن القومي المصري من خطر، مفروض يجعلكم تهتموا بالشأن الداخلي في مصر، مفروض يجعلكم تهتموا بالانتخابات الرئاسية المصرية، مفروض يجعلكم تهتموا بضرورة التغيير في مصر. لأنه إذا كان في إدارة أو نظام على مدى 10 سنوات أوصلنا من دولار ب8 جنيه إلى دولار ب50 جنيه، يبقى لازم احنا نعيد النظر في الأمر. لازم نقول هل مطلوب استمرار هذا النظام؟ هل مطلوب إن احنا بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة يبقى الدولار ب100 جنيه أو ب200 جنيه؟ لو استمرينا في هذا الطريق، لو استمرينا في هذا النهج، لو استمرينا بهذه البرامج، لو استمرينا بهذه التوجهات، لو استمرينا بهذه المواقف، لو استمرينا بهذه الممارسات، سننتهي حتما إلى مزيد من التردي. يعني من المتوقع أن يكون كيلو البصل بدل ما يبقى ب30 جنيه يبقى ب100 جنيه. إذن لو ازدادت مصر ضعفا على ضعف، لو ازدادت القدرات الاقتصادية المصرية ضعفا على ضعف، يبقى احنا بنتكلم عن
إنه هيبقى في مزيد من المخاطر على الأمن القومي المصري، في مزيد من المخاطر على الأمن القومي العربي. إذن الحل هو التغيير في الداخل وفرصة الانتخابات الرئاسية. ده الرسالة أنا بوجهها في البداية، إنه أنا أرى كما ترى سعادتك، كما يرى أي مراقب أو محلل سياسي، إن 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 الأحداث التي يعني العدوان الإسرائيلي على غزة جذب اهتمام الناس أكيد. وصرف اهتمامهم عن الانتخابات الرئاسية، ولكن أنا لازم نبقى فاهمين طيب. إن مفتاح التغيير في المنطقة هو مصر. طيب أنا سؤالي البداية مصر معناها البداية بالتغيير في مصر. طيب أنا سؤال لحضرتك، إزاي ده هو سيترجم في برنامجكم الانتخابي الذي تعرضه الآن على المشاهد المصري وأيضا ربما المشاهد العربي الذي يتابعنا؟ هو الترجمة المباشرة والواضحة هو أن أنا بقول بشكل واضح أنه إذا كان في أسباب ما كثيرة دفعتنا لاتخاذ قرار بترشحي، وبقول دفعتنا لاتخاذ قرار بترشحي لأن قرار ترشحي ليس قرار فردي وليس مجرد حتى قرار الحزب المصري للديمقراطية الاجتماعية، ده قرار يعني طيار جناح كبير من التيار المدني الديمقراطي الذي رأى ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق باعتباره طريق آمن وسلمي وممكن للتغيير في مصر. إذا كان في أسباب كثيرة دفعتنا إلى هذا، ما حدث في غزة يعني أكد صحة اختياراتنا، لأنه أكد أن ما حدث في غزة، ما يتعرض له الأمن القومي المصري من مخاطر، يستوجب علينا أن نفكر جديا في التغيير، ويستوجب علينا أن نغير محاور التحرك السياسي والاستراتيجي في حملتكم الانتخابية إذا قدر لكم تولي هذا المنصب. كيف ستتحرك على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي؟ ده سؤال مهم جدا، وأنا يعني أحييك عليه، لأنه هو فعلا إحنا بقينا عايشين في إقليم مضطرب جدا. إحنا يعني دول الجوار كلها حوالينا الوضع ليس مستقر، في ليبيا ليس مستقر، في السودان ليس مستقر، في سوريا ليس مستقر، في اليمن، يعني احنا في اقليم مضطرب. وطبعا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان، يعني الى اخر يعني ما نراه جميعا وما نلاحظه جميعا حول المشهد الاقليمي. الوضع في العالم نفسه مضطرب، يعني احنا في علاقات الصينية الامريكية يعني في تذبذب مستمر صعودا وهبوطا بدرجات مختلفة من الاحتقان والتوتر على خلفية حرب تجارية. صحيح الأوضاع أهدأ الآن لكن لم تكن كذلك من عام مضى، يعني في الحرب الروسية الأوكرانية إلى آخره. يعني في هذا العالم المضطرب يعني يفترض أن مصر تتحمل في جانب من المسؤولية. مصر ليست بلد ضعيف وليست بلد على هامش عالم، مصر بلد في قلب العالم وهي رمارة الميزان في منطقة وفي إقليم، يعني على الصعيد العربي هي بلد مهم، على الصعيد الشرق أوسط هي بلد مهم، على الصعيد الأفريقي هي بلد مهم. إذن مصر كل ما بيزداد مكانة الشخص أو يزداد مكانة البلد يزداد مسؤولياته ويزداد يعني واجباته. فأنا في تصوري أنه مصر ملقى على عاتقها الكثير، ونتيجة مرة أخرى أكرر، ونتيجة يعني إدارة معينة للأوضاع الداخلية في مصر وأداء معين على الصعيد الخارجي، يعني لم تلعب مصر الدور الذي كان يفترض. وبالتالي في أي هقول بدقة، وبالتالي مش مصر بس ازدادت ضعف، إنما الإقليم كله ازداد ضعف. يعني قوة مصر هي اللي ممكن تسبب او تؤدي الى قوه العرب وقوه طيب. الاقليم. ممكن المشاهد ازاي بقى؟ ايوه ما هقول بقى ممكن إزاي. احد المشاهدين يقول مثلا دون تسميه ان هناك دوله ما تمتلك من المقومات الاقتصاديه ربما لم تاخذ عشر الموقف المصري المساند للقضيه الفلسطينيه، لم تقم دباين في المؤشر المساعدات التي دخلت من مصر الى القطاع ولا المواقف الحاسمه فيما يتعلق بتصفيه القضيه كما فعلت مصر. اذا فالعامل الاقتصادي هو محيد دايما. لا 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 بعد اذنك، دايما انا بقول ايه، ان على قدر اهل العزم تاتي العزاء. يعني انت ليس من المفترض اولا يعني بلاد ليس لها نفس الوزن السياسي والعمق التاريخي والقوى البشرية وكذا، حتى لو كانت أكثر ثراء من مصر عشرات الأضعاف، لن تستطيع أن تلعب دور مصر ولن تستطيع أن تكون بديل لمصر. بالعكس أنا بقول
ان 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 هذه البلاد الضعيفه، لانه في حكمه دايما تقول لك ايه، فلان ده فقير جدا ما عندوش غير فلوس بس، واخد بالك؟ صحيح. فانت يعني هذه البلاد الضعيفه جدا اللي ما عندهاش غير فلوس بس، واخد بالك، جزء من ضعفها هو قوه مصر ايضا. يعني احنا يعني مفترض ان بلاد شقيقه تقف مع مصر عشان مصر تزداد قوه، ومفترض ان مصر وقد ازدادت قوه تقف مع هذه البلاد الشقيقه عشان تزيدها قوه. العمليه دي انا بقول فيها ان المسؤول الاول فيها بيبقى مين؟ الاكبر الاقوى. وبالتالي لما بحمل المسؤوليه هنا لمصر باعتباري مصري، واخد بالك، وباعتباري برشح نفسي لرئاسه الجمهوريه، بقول ان كتير هنا بقى الاجابه على سؤالك ايه الدور اللي كان ممكن نقوم بيه ما قمناش بيه. نمره واحد، ان احنا كنا ندير شؤون البلاد بطريقه تجعلنا اقل يعني ضعفا، تجعلنا اكثر قوه. طيب. من ناحيه الاقتصاديه ده نمره واحد. هل ترى بانه باي شكل في هذه الازمه تم استغلال اي وضع داخلي لاجبار القاهره على اتخاذ قرارات كلنا قارين لا تريدها؟ كلنا قارين المشهد بصرف النظر اجبروك ولا لا، هو لكن هناك ضغوط ولا لا؟ في ضغوط، الضغوط في كل مكان. اتنين بقى المهم جدا جنب الى جنب مع فكره ان نكون اقوى اقتصاديا، هو فكره ان احنا نستخدم كل الـ يعني الـ الاوراق المتاحه على الساحه الاقليميه والدوليه. بمعنى ان انا يعني مثلا احنا عشنا فترات تاريخيه طويله كان فيها كان في قناعه لدى الاداره المصريه، وانا ارى ان هذه القناعه تغيرت ولكن ليس كثيرا للاسف، بقول ده للاسف، اللي هي ان 99% من اوراق اللعبه في ايد الولايات المتحده الامريكيه. هذا ليس صحيح، واخد بالك، واحنا العالم بيتغير حوالينا، بيتغير بمعدلات سريعه جدا. لغايه دلوقتي لازالت الاداره المصريه بترى انه اوراق اللعبه اذا لم تكن حتى في ايد امريكا وحدها تبقى في ايد امريكا واوروبا. طب فين احنا مش قاريين مثلا، مش قاريين، انا بضرب لك امثله بسيطه اهي. انا في الفتره الاخيره دي كنت بتحرك يعني شان اي شخص مسؤول، انا رئيس حزب ومرشح رئاسي، فبتحرك شان اي شخص مسؤول على الصعيد الدولي، بحاول اقدم دعم للاشقاء الفلسطينيين على الصعيد الدولي، فبقابل السفراء. وانا اكتشفت في البروسيس دي، في العمليه اللي انا بقوم بيها دي، وانا بقابل سفير استراليا وفرنسا والمانيا وكذا وبتاع، ان احنا اي حد مهتمين، واخد بالك، بسفراء الدول التي تضامنت معنا، واخد بالك، بدول امريكا اللاتينيه، بدول، اكتشفت انه الساحه الدوليه، واخد بالك، فيها لاعبين كسر، واخد بالك، تستطيع ان اذا على اجنده حضرتك هو التوجه الى ملاعب اخرى بالظبط كامريكا اللاتينيه. امريكا لا، ده اسمه امريكا اللاتينيه، ده اسمه جزء من ملعب كبير اسمه جنوب العالم، اسمه العالم الثالث، اسمه اشقائنا الذين استغلوا كثيرا من العالم، ما يسمى بالعالم الاول او ما يسمى بالغرب، فستعطيهم اهتمام اكبر. لابد، زمان كان في محاولات زي تجمع دول عدم الانحياز، زي كان في تجمعات دوليه لدول الجنوب بتضغط. انا وانا مصر تلعب دور من هذا النوع. مثلا اضرب مثال، المثال الثاني اللي انت عندك النهارده، الصين تناول سياسات الولايات المتحده الامريكيه في عدد من الساحات، من بينها الساحه العربيه والفلسطينيه. صحيح. اذا لماذا لا تستخدم هذا؟ لماذا لا توطد علاقاتك بالصينيين، بالروس، واخبار؟ اذا هناك اوراق كثيره. يعني في ناس بانه خلال الفتره السنوات الاخيره حدث تقدم كبير في التحول ما بين الكتله من الولايات المتحده الى تنويع التوجهات السياسيه من وجهه نظري، العسكريه من وجهه نظري هتكمل على هذا الخط. من وجهه نظري ده يعني باختصار شديد جدا، مش بس مش بشكل كافي، ده مش بشكل نوعي. نعم. واخد بالك؟ وبالتالي انا بقول ايه، لان بعض الناس بتطرح، خد بالك من الكلام اللي انا اقوله كويس، بعض الناس بتطرح الفكره وكمان لو كانت ايه، يعني نعلن الحرب او نعلن الاستسلام. يعني لا، ما بين الفكرتين مسافه هائله. طيب. بالك؟ لدينا الكثير من ما يمكن ان نفعله لتغيير خريطه المنطقه استنادا الى القوه الكامنه لهذا البلد الكبير جدا العريق جدا، اللي هو وهو في عز ازمته الاقتصاديه وفي عز الضغوط التي تتعرض ليها البلد ده، مش الاداره دي، البلد، الشعب، واخد بالك، استطاع بالفعل ان يقدم اغلب المساعدات اللي وصلت الى غزه وللشعب الفلسطيني جت من مصر. طيب اسمح لي انتقل، يعني نستخدم الوقت قدر الامكان لكي نوصل صورة أحلام الحملة الانتخابية، سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو حتى لمشاهدينا من الوطن العربي.
ما يتعلق بحملاتكم الانتخابية خلال الأيام الفائتة، عقدتم أكثر من حملة سواء في المنوفية مسقط رأسكم، في أقاليم أو محافظات في الدلتا، ثم ستتجهوا غدا إلى أقصى جنوب مصر إلى أسوان. إلى أي مدى بترى أنك تتحرك والحملة الانتخابية تتحرك وتقوم بعرض أفكارها على الشارع أينما كان تجمعاتكم الانتخابية؟ احنا يعني الحمله الانتخابيه زي ما حضرتك تفضلت، عملنا مؤتمرات في سير سلام، منوفيه، في الفيوم، في البدرشين، في الغنايم، في ساحل سليم، في اسيوط، في يعني غدا ادفو وبعد غد في اسوان، ثم يعني هناك مؤتمرات اخرى في عده اماكن اخرى، رايحين اطفيح، رايحين زفته، يعني بنتحرك غربيه من ناحية، من ناحية تانية بنستخدم أدوات التواصل الاجتماعي، بنستخدم الظهور الإعلامي سواء أنا كمرشح أو ناس من الحملة الانتخابية، بنحاول نتحرك في هذه المدة القصيرة جدا في ظل زي ما قلت انشغال الرأي العام بقضية مهمة جدا هي قضية العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، لكن بنحاول نتحرك وبنحاول نوصل صوتنا للناس وبنحاول نوصل برامجنا وتوجهاتنا وبدائلنا للناس، وهذا هو يعني دائما الشيء اللي بيسعى ليه اي مرشح، ان هو يوصل للناس ويحاول يقنعهم اولا بالمشاركه وثانيا بانتخابه. أكيد. بس فده اللي احنا بنعمله، بنعمل ده يعني بنجاح الى حد كبير على ضوء جاهزيتنا، على ضوء الهامش المتاح للتحرك، على ضوء ضيق الوقت، ويعني بنعمل ده بمنتهى الجدية والإخلاص على ضوء كل هذه المحددات اللي هي كمان مرتبطة بالعمق الزمني للتجربة الانتخابية في مصر. أنا دايما بقول مصر لم تشهد انتخابات التعددية الرئاسية إلا في 2005، بعدها جت انتخابات 2012 اللي تمت في ظروف استثنائية لا يمكن القياس عليها، انتخابات 2014 كانت أيضا في ظروف استثنائية لا يمكن القياس عليها، لأن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد اللي جه السلطة بشعبية جارفة ما بنهاش، واخد بالك، وبالتالي ما كانتش انتخابات 2014 التنافسية تعددية حقيقية. 2018 كان المرشح الرئيسي المنافس للرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول من أول لحظة أن هو ينتخب الرئيس السيسي، ما كانش في انتخابات. في هذه الانتخابات أنا بعتبرها أنا بعتبر دي تاني انتخابات بعد انتخابات 2005، رغم كل ما يشوبها من ملاحظات كثيرة، من أول ضيق الوقت لتدخلات كثيرة من جهات الإدارة ومن هل حدث ما يشوب نزاهة العملية الانتخابية؟ بالتأكيد في المراحل الأولى الخاصة بالتجاوز العتبة الانتخابية كان في تجاوزات، وبصددها أصدرنا بيانات وطلعنا في أجهزة الإعلام قلنا عن هذه التجاوزات وأشرنا إليها بخصوص جمع التوكيلات وتوفر 217 مكتب للعمل توكيلات شعبية ل 60 مليون ناخب، ده في حد ذاته يعتبر يعني ايه يعني عائق. ولكن هل أجهزة الدولة تدخلت كما كنا نسمع في عقود سابقة أن هناك تدخل وتدخل سافر، ولا اللجنة الانتخابات تضع ضوابط ما بين المرشحين؟ التدخلات يعني انواع، وفي تدخلات مباشره وتدخلات غير مباشره، وكل الانواع التدخلات بتحصل. هي دائما انا بقول انه الانتخابات في مصر شابها عوار منذ ان بدات وحتى الان، يعني في طول العصر الحديث واحنا ما شاهدناش انتخابات مثلى او نموذجيه او ديمقراطيه. حتى الانتخابات في امريكا ما زال يطعن عليها حتى اليوم ويحاكم فيها رئيس سابق. لكن الشيء الرئيسي المهم اللي انا عايز اكد عليه، يعني بدل ما نتكلم عن ايه حجم المساحه المتاحه وايه حدودها ونختلف فيها كثيرا، لان انا هشوفها محدوده وساعتك هتشوفها كبيره، لا، اللي انا عايز اركز عليه انه ايا كان حجم المساحه المطروح، طالما ان هناك مساحه فانا موجود في قلبها كمعارض وكشريك وكمسؤول وكشخص يريد التغيير الآمن السلمي الديمقراطي، فأنا متمسك بأن أنا أتحرك في المساحة الموجودة والممكنة، أنا متمسك بهذا ولن يحول دون ذلك إلا أن أمنع، واخد بالك. وبالتالي لما كنا بنتكلم عن الضمانات، كنا ولازلنا بنتكلم عن الضمانات، بمعنى الضمانات التي تكفل لنا الحركة ولو في حدود ضيقة، لأنه أنا ما عنديش أي تصور لأن الوضع ده هيتغير إلا من خلال المشاركة وعلى مدى زمني طويل. طيب، ما الذي تقوله للناخب المصري قبل أيام قليلة سواء من جوار الخارج أو الداخل
لماذا يصوت إلى المرشح الرئاسي فريد زهران وليس لأي مرشح من الثلاثة الآخرين مع كامل الاحترام والتقدير؟ لأنه فريد زهران بيرشح نفسه كرئيس جمهورية لكي يكون حكما بين السلطات وليس متحكم فيها، لأن فريد زهران يريد أن يحرر الاقتصاد المصري والمجال السياسي المصري ومجال المجتمع المدني المصري من سيطرة وتحكم أجهزة الدولة التنفيذية وعلى رأسها شخص رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات مطلقة. فريد زهران يريد أن يكون رئيس جمهورية لا يتحكم في السلطات إنما يحكم فيما بينها ويدير العلاقة فيما بينها. إذن فريد زهران هو مرشح بديل، هو بيقدم نموذج بديل، نموذج مدني ديمقراطي، وهو بيكفل تغيير آمن وسلمي وديمقراطي للسلطة بدلا من أن تستمر الأوضاع في التردي وبالذات في الجانب الاقتصادي. لأن زي ما أنا أشرت إحنا بدأنا والدولار 8 جنيه النهاردة الدولار 50 جنيه، ما حدش عارف بكرة يبقى بكام. لو استمرنا في نفس السياسات الأمور هتسوق، لو الأمور ساءت لن يستطيع أحد، ما إحنا قدامنا مسارين كبار للتغيير والتاريخ علمنا بقالنا 70 سنة بنتغير عبر صدام، ما بنتغيرش عبر تغيير آمن وسلمي وديمقراطي. قدام أنا بقول للناخب المصري بقى قدامك دلوقتي فرصة تاريخية أنك تغير من خلال صندوق الانتخاب. أنا ما بقولكش انزل غير من خلال التظاهر، بقولك انزل غير من خلال أنك أنت تقف ورا ستارة تمسك ورقة وقلم وتعلم على التغيير، لأنه إذا الناس فاهمة أن التغيير قد يفضي إلى عدم استقرار أنا بقول لهم العكس، وأخبرك استمرار النظام الراهن قد يفضي إلى عدم الاستقرار. إنما التغيير الآمن السلمي الديمقراطي لاختيار شخص يصلح الأحوال هو اللي ممكن يؤدي إلى الاستقرار. المرشح الرئاسي الأستاذ فريد زهران، شكرا جزيلا لوجودك معنا الليلة في برنامج من مصر. أنا اللي بشكرك وبحييك، ويعني وقت قصير لكن موجز ومفيد ومكثف. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.